طبعا جبت منه. كليماتيزور هنا على الله تمبيراتور ساز. وين انا هنا هما من حاطين هنا نورمالمون بير جباح يا اخي بير جباح مربع معنا خالتي ناس لما مرحبا بكم حنا نلبسوا نوادر تاع اللي يشوفوا بهم هلا السلام عليكم خالتنا برج بح لا تمبيراتور ساس انا من ربي سبحانه لا ناتورال واحد البروده اش نقول لك برج بح شو نقدر يقول لا شكون يقدر يقول برج بح منين اصله منين هاي بيناتنا احنا راكو 16 احنا انا في زوج أصله منين؟ أصله منين؟ برج بح أصله منين؟ هنا برك على شوية أهم هذا. أهم شوية خالتي شو أبوندوني شو؟ عز الله غالي. أه شوف. هذه دور عند 80 سنة من طاحت يا صاحبي. يشوفوا في البلايص باش يبعثوا كل هذا المنديل والبردوتة. هذه جاية في بلاصة أسم. أسم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. لا كان احنا أربعة كوندو، خمسة ولا ستة كوندو يا مور. كان أبو الأم البودرياس، حميد الرادي، سعيد تواتي، بوعلى مرحال. أو كيف كبيرة هاي العين، السلام عليكم. هذه العين تاع برج بح. هذه العين. شديتو نشرب يا خو هاي سلمك يا خو صح اخو سلام فوالا هادي الحومة ولد برج بح الى ولا اسمه ولد زربح الى زربح من رقبه ينذبح هادي كان يبيع القفرط يا خاوتي القرطاس يا خو مالك هاد الحومة اللي يعرفوها لي زونسيان قرطاس مع دور القرطاس يا خو ضرب القرطاس يا تاع القفرط ما دولنا نعمرو حنا بلا كريم حنا تكون واحد العجوزه الله يبارك ربي يطول في عمرها ان شاء الله كانت بيت علي لابوانت هي اللي كانت بيت علي لابوانت في الدار تاعهم ربي يحفظها ويطول عمرها شقيقه قريب 100 سنه في عمرها السلام عليكم هشام العزيز صبا هشام واش راك العزيز صباح هشام واش راك صباح يا خو بيان شغل حالة بيان الحمد لله الدار كاع لاباس فاميليا الحمد قلت له مالك جوز لهنايا قال لي بيت علي لابوانت الفيديو ديالك يا ما راه تحت رجله تحت لا الصباح صباح تمام الحمد لله كاك بخير يا خو الله يسلمك رحم والديك انا في لاكاريبا ويلعب في مرويش قالوا بدوني الكاليتوسا توانا صحاب كاليتوسا هذيك التصويره تاع مولودي هذه الضريبه وما عندها شحال من طاحت شوف شوف اخو شحال عندها من شوف شوفوا البلاصه قايت بلاصه شابه بير جباح وقايا شوف منها شوف تشوف منها شوف يا اخو شوف شوف ديرك البحر شوف مي شوف يا اخو والله رانا دايرين فيديو نقصروا به ما نحوسوا على حتى واحد زعما غير نورو وكذا يا با والله هذا مكان اه هاي ديك الصوره تاع مولودي يا اخو شاب الله يبارك يا حصل هاي ديك اه ما كانش السردوك او هنايا اه او السردوك
شفتوا السردوك؟ هذيك السردوك، هذا هو سردوك برجبح. هاي تصويره تاع مولود واحد، الله يبارك شابه حميد العزيز. فوالا حميد ربي يحفظك. صح الاخو العزيز صحيتو مرحبا بكم. صح بلال ماكش تجينا قايتك يا سلام. صح بلال هاي تصويره واحده اخرى تاع مولوديا. هي ماشي كيستيون مولوديا ولا مي شبحو تصاور برك شبحو تصويره. رويشد سعيد تواتي وعبد الرزاق حاحات فوالا او رويشد رويشد سعيد تواتي كوندانيا مور. هذا كوندانيا مور هذا كوندانيا مور هذا كانت عبد الرزاق حاحات لعب في المولوديا كوندانيا مور. والله غير كيما نقولوا شبحوها كيديروا اسمها كي مولوديا شبحوا كاع القصبه. هذاك داروا اسمه تاع العنقه كانت فريد بون ديالو الله يعطيهم الصحه. هاي القصبه القصبه دار دار العهد والفن دار المهد دار المهد والفن. هاي لك هاي لك القصبه خصنا نجوزوها مليح مليح. هاي لك القصبه دار العهد والفن على رويشد الله يرحمه وليد السكت وليد الحومه. هو يسكن في البيار مي زاد هنا في القصبه وفنان فوالا. هادو شو هذا فوالا انا حاطين هكذايا على على سيد محمد شريف. هذاك هادي دامي محمد صحيب وحميدي وحميدي فوق عمي محمد صحيب وثاني دار وفي هاد الدار هاد الدار هاد المنزل الناس الشرفاء اللي ساكنين فيه. هنا كان يتخبى سعيد تواتي حميد الراضي واللي كيبقى اللي كانت هنايا بو علام اللي كيبقى اللي زاجو كوندانيا مور في هاد المنزل هادي. مازالت لاكاشات لداخل كاين الناس اللي رحلوهم وكاين اللي راهم في الروكور في هاد الدار هادي 41 شارع سيد محمد شريف 16 هادي هي الدار باش كي تجو حتى لعند سيد محمد شريف تشوفو عليها. هاي ديك الدار فوالا هم زنق صغار في القصبة فيهم جوج دويرات. هاي دويرة وهاي دويرة ويعطيه الصحة كما نقولوا عثمان اللي راهو عثمان بوراس ربي يحفظه اللي راهو كما نقولوا حنايا هاو يوري في دور تاع الشهداء ودور تاع المجاهدين ودور تاع الفنانين يوري حوايج اللي يعرف معناتها يعرف 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 مليح ربي يحفظه. والله غير وانا نرفدوا عليه يا خو ما شاء الله انا نرفدوا عليه وربي يطول عمره كما نقولوا يهضر على حاجه اللي ناط فيها. كاين ناس راهم يهضروا في التلفزيون بلا ما عرفش من القصبه تغر درو تفتحها تلقاه يحكي على فلان وفلان وفلان وربي يهدي ما خلق. هذه هي هاي الحبه تاع برج سمعت شريف. الله يبارك من تحت البيت. حنا رانا جايزين من تلقى لي لابوانت. صح حميد يا اخو صح عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. انا حاطين وين سلام صح عبد الله وانس. السلام عليكم. انا راه حاطين وين وين علي لابوانت قرا البرية مع لو بتي عمر الله يرحمه. وين قرا له البرية لو بتي عمر الله يرحمه. مهند ها موح اسمع لهم مالا احنا دورنا الكاميرا سمحوا لنا الله غالب فمي اللي طالعه. هادي هي هادي هي البلاصة هادي هي البلاصة يا اخي. انا في الفيلم ماشي صح بصح يقولوا الناس اللي كيعرفوا هكذايا ماشي صح يقولوا في الفيلم برك داروها في الفيلم. هادي هادي ولا هادي ما راس هادو هاد اربع دروج هاد اربع دروج هادو
هاد اربع دروج. يجي عمر يكون في البلاصه هذه منا وراني التليفون، يجي يقول له يمشي عفط، يعطيك كلمه السروق الى ناصر، يقول له واحد الكلمه ولا نسيت في شنو طلب بطيطه لشي، يقول له طاف تقرا، يقول له اه، يقول له ريح اقرا لي كما هاي لك التصويره وراهي، هاي لك وراهي التصويره. السلام عليكم. هاي وراهي التصويره تاع السيما حجاج، وهذا مازال حيب تاع عمر، هذيك نرجع عند عمي فات عند خمي خالد. هادو الشهداء اللي جازو كومباني امور كيما حميد الرادي، كيما بو علام رحال، كيما سعيد تواتي، ربي يرحم الشهداء ان شاء الله. رامي بشر مخربين. فوالا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ربي يعاونك. الله يسلمك. يعطيك يعطيكم الصحة يا اخو. ايوا نقدروا خدا نصوروا معليش معليش يا خويا معليش. هاهم حد من التجارة تقليدي تاع زمان. فوالا. هذه تخلي شويه فيلمي ها. ها. لا تفهمنا كما نقولوا اللوحة هذه ماشي ميدا، هذه لوحة. هذه ميدا هذه بلا حبيت نقولوا ميدا. ميدا. هي يقولوا ناس كمبنا. هذه يا. انا عمه هم يكلفني انت محاولة. انا عمه هم كانت مية تطور هنا. انا عمه الله يبارك. الله يسلمك. الله يبارك. وهذه تخدم كما نقول تحط في الحال وتلقى اونسور كوموند. لا 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 نحطها هنا هنايا للبيع. للبيع فوالا. جو برودوي جو فون. فوالا كلوبك يا اخي. ربي يعاونك يا اخي. الله يسلمك. يرحم والديك. يعطيك الصحة. يا اخي. رحم والديك. الله يحفظك. الله يعاونك. صحابي بارك الله فيكم. حميد بشير معروف تعرفوه. مقران ياسف يا ضاري. مقران ياسف هذه يا خويا ناصر. واحد من الشهداء من لافامي ياسف. يا ربي يطول عمره ان شاء الله ياسف السعدي ان شاء الله. هاي هنا الباتيسري، باتيسري سمعت عليك، هاي روعة. باتيسري ما شاء الله، طارت الله يبارك. هاوليك حتى تاع العراس، مقروط، عفايس، اللي يحب يجي هنا في القصبة، ما بروبلام. وشومة معقولة. بالك تقول لها كوبل جديد وش لابقى شي بلاصة. معقولة سلام راهي أخرى. هاوليك حتى تاع العراس، اللي يحب العراس، عفسة، من هنا. هاي اللي طارت. هذا هذه الشارع مقرن ياسف. شفت يا اخ مهبول. السلام عليكم. ابو حميدي محمود نساوه يا عمي. ايش نساوه؟ والله ما نساوه، احنا نفكروا في كل دقيقه حنايا. والله نفكروا في كل دقيقه. او حليم حكى لنا واحد، قالنا على ابو حميدي محمود قالنا نسيتوه، نسينا احنا. أجيرو تاعنا مزيان. رحم والديك يا مات مع الشهداء. من ربعة هذوك. ما نسيناش شحال ولا ما نسيناش. كاين ربعة، كاين 24. خلينا من 17 هذوك اللي ما هضروش معاهم. يعطيك الصحة خويا حليم الله يعيشك. أو باسكال. أو باسكال. سيدي أحمد. قلعة قلعة خويا. دوزيام. صح أخويا. قال لك ابناء القصبة بشوشين وحفاور الروح والتواصل سهل. الله يحفظكم ان شاء الله. ربي يبارك فيك وربي يحبك يا اخو. الله ينور الصحة يا اخو. ابو حميد والله ما نسيناه. اش والله ما نسيناه يا اخو. جامي ننسى مهبول. تنسى الشهيد كيما هذاك. بالك هو ما نساوه، احنا جامي نساوه. بارك الله فيكم. يعطيك الصحة يا اخو. بارك الله فيكم يا اخو. يعطيكم الصحة يا اخو. انا دي فالي كومونتير دوزو ما قريتهم، سمحوا لي يا اخو. انا درنا خفيف حاجه خفيفه هكذايا القصبه و فوالا اللي حب. غاسي نو صاحبنا يحبك معنا. سلام سلام يا اخو. معليش خويا خذ راحتك.
ليه يا قالك واحد خويا ناصر يعطيكم الصحه استناها ليه يكون راهي قالك يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم باش وشي نصحاب القصبات تقدر تكومينيكي تمتم معاه من القصبه باش نشوف باش وشي الحفوه كتر الروح التواصل سهل الله يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيك هيا نحطوا حبه قانيت هذه شارع شارع بسا هنا يبدا اكسي صاب ديره مشى هنا شارع هنا شارع بسا الخضر دركا اكسي صاب ديره ما هي دركا دروك بدلوا الاسماء بسا الناس يعرفوها بلونسيان قدام اسم قديم اسم قديم سوا سوا يا اخو سوا سوا شاهد على كل بسا الخضر شاهد انا عام معك ماشي شاهد ما يديروش بلاكه تاعو بيان سور لا ماشي اسم قاوري ماشي اسم قاوري لا شي قال اسم قاوري كما قال الله العظيم يا اخو جبله خفيفه نار جبله خفيفه هذا اللي قالت لنا حاضرين باب جديد النهار هذا ما كان لا هذا ما كان يا ما كاش يساها ما شاء الله الناس القصبان نبغيكم والله غير رجال والناس كرامة معروفين بالجبدة والاحترام إليكم من وهران ربي يحفظكم ناس وهران ربي يحفظكم قاني الله ينوركم يا اخو احنا حبابنا عندنا في حبابنا في وهران ما شاء الله سلامة الله سلامة يا اخو ربي يحفظكم يا اخو بارك الله فيكم هذه امباسي زنديران هذه الحيادة بزاف كانوا يسكنوا فيه الياسف الياسف هما لوريجين تاعهم من الاصفون اغلبيه كانوا يسكنون هنا ولاد العموم قدام لا ميزون هاديه ولا ميزون هاديه اللي مقابل فيني كانوا يعتبرها دار صدقه زمان بعدو اللي يعتبرها دار خيريه هاد الدار هاديه وحنا نحبو نقلعو الميزي تاع عمار علي المدعو علي لافوانت بو حميدي محمود حسيب بن بوعلي يقولوا بتي عمر فوالا هاي حي نقيب ناسو كيما نقولوا بالناس تاعو ما كاش اللي يجي نقي لهنايا ولا غير بناسو بالشهاده تاعي هنا بالشهاده تاعي بناسو يا اخو فوالا هذه هي ندخلوا نوريكم الميزي الداخل ها يا نصر فوالا هذا الميزي هذا محمد بوزرينا حديدوش محمد بوزرينا معروف سمينا عليه القوار سمينا عليه الرضلالير محمد بوزرينا مارشي فوالا هادو مجموعة تاع 22 اللي فجروا الطورة اللي خرجوا منهم ستة فجروا بهم الطورة فوالا هذا عبد الغني عمي عبد الغني الله يرحمه عيدون سيد علي بوزيري لي داري فازيوم دار شرع هاتع عثمان عثمان حج عثمان يعيطولو رمال لي رمال لي ماتو في الريبوتا لي دو رمال ودبع شريف والزهرة حميطوش لي في فيلم طلبة طيلة الجي لي حطو البومبا بالحبيلة هذا واحد مخوهم هذا رمال فوالا عمر ياسف زادو 1944 مقصبة عمار علي المدعو علي لابوان 130 بمليانة حسيبة بن بوعلي 1938 بشلف وهاولي خوتي بو حميدي كان واحد جماعة قالك ما هضرتوش عليها هاولي خوتي بو حميدي محمود زاد 1939 وليد القصبة واحد ما مجمع اللي كانوا كما نقولوا حنايا حبالك حسيبه ماشي بنت العاصمه ولي لابوانت ماشي وليد العاصمه ما يعرفش القصبه مليح اللي كان هما الصح اللي كان بو حميدي وبتي عمر هما اللي كانوا يطلعوا هما اللي كانوا يحطوا هما كانوا يلبسوا لهم الحي تاع المرمى وكاين حوا هذيك ما على بالناش يا خو هذيك حاجه ولا خطينا كما نقولوا حنايا ما حنا في قلبنا على بالنا باللي بو حميدي هذا هو الشاهد هذيك الدار القديمه هذه كي تفجرت الدار هذيك كانوا يجبدوا في الجوتة تاعهم ربيع تبارا ريال هذا وكاين البريمي كونداليا مرحمة زبانة العربية بالمهيدي
اللي كان مسؤول كما بوق السعدي تاع لا زون اوتونوم كان الولايه كومبلي والسته اللي مفجرين الثوره بيطاط بن بنعيد ديدو شمهرات بوضياف بالمهيدي وكريم بالقاسم الله يرحم الشهداء. هذه هي خوتي هذيك الدار يخلص حجر الصحي وينقص علينا هذه البلاه كما نقولوا هذا المرض هذا ان شاء الله. ومرحبا بكم الجميع، مرحبا بالجميع كاع لي 40 ولايه مرحبا بكم من الاضرار غير لزان مرحبا بكم كاع. فوالا خوتي نخليكم على خير والسلام عليكم.